من ضمن الخدمات اللي احنا بنقدمها داخل الوحدة اللي هو تقييم الحالة الصحية للأم عن طريق الفحص الطبي وعن طريق الفحص المعملي. الفحص المعملي احنا بنفحص الأم، بنعمل لها تحليل نسبة الهيموجلوبين عشان نطمن عليها نسبة الأنيميا عندها قد ايه. خلينا نقول احنا بلدنا يا جماعة نسبة الأنيميا متعدية الحد، احنا الستات الحوامل عندنا نسب الأنيميا فيها بتوصل ل60%، فالأم اللي عندها أنيميا دي عرضة لمشاكل كتير جدا. المشكلة أول مشكلة منها إنها تجيب بيبي عنده أنيميا، الطفل بتاعها يبقى عنده أنيميا. هو الأنيميا يعني فقر دم وبس؟ لا، ده فقر دم ومشكلة كبيرة جدا بتأثر على نمو الطفل اللي جاي. ففي إحنا الأنيميا بتتقسم لمراحل: متوسطة أنيميا، بسيطة أنيميا، متوسطة أنيميا، سيفير أو حادة شديدة. ليه عندنا بروتوكول لصرف أقراص الحديد للأم الحامل؟ بنديها أقراص حديد للست اللي هي مش أنيميا أصلاً، والست اللي عندها أنيميا بسيطة بتاخد قرص واحد كل يوم لمدة 180 يوم أثناء الحمل. طيب لو الأنيميا شديدة شوية بنديها قرصين من أقراص الحديد اللي موجودين عندنا. الأنيميا اللي هي المتوسطة، إنما الأنيميا الشديدة إحنا بنحولها، بنقول عليها أنيميا شديدة إمتى؟ لو الهيموجلوبين بتاع الست دي أقل من 7. الأنيميا دي بتعمل إيه في الأم؟ الأنيميا ليها مضاعفات، هي ممكن تدخلني في ولادة مبكرة، ممكن تأثر على انفجار لجيب المية، انفجار مبكر لجيب المية، ممكن الست دي تبقى عرضة إن يحصل لها تلوث في الجرح بعد الولادة، في الجرح لو كانوا عاملين لها شق عجان من تحت أو في جرح القيصرية هيحصل تلوث وتدخل في حمى النفاس. طب ممكن يحصل لها إيه تاني؟ ممكن تدخل في حاجة كبيرة قوي كنا بنسميه القاتل الأول للأمهات في مصر، اللي هو النزيف اللي بعد الولادة. فإحنا بنقول إن النزيف الأنيميا عامل أساسي من حدوث النزيف، هي بتؤدي لارتخاء في عضلة الرحم. لما تؤدي ارتخاء عضلة الرحم، عضلة الرحم تفضل تنزف تنزف، وده بيبقى مشكلة على الأم. لو احنا ما لحقناش النزيف ده في خلال الساعة الأولى من النزيف احنا بنفقد الأم. لو الطفل اتولد عنده أنيميا نتيجة ان الأم كان عندها أنيميا، هي الأنيميا دي ممكن تعمل ايه في الطفل؟ هتقلل المناعة بتاعته. لو قللت مناعته هيبقى عرضة للأمراض، هيعيا مرة واثنين وثلاثة وياخد أدوية، ومرة واثنين وثلاثة مناعته ضعفت جدا وخلاص احنا دخلنا في سايكل ما مش عارفين نقفلها. طيب كمان لما الطفل ده يكبر ويروح المدرسة هو قدرته على التحصيل هتبقى قليلة جدا، مش هيبقى قادر يحصل كويس، فهيتأخر عن زمايله، يبتدي ممكن يتضايق من المدرسة ويبتدي يفكر انه يخرج من المدرسة خالص. لو الاهل اصروا انه هيكمل اهو بيكمل وبيزق بالعافيه. طب لو الاهل مش انترستد قوي في التعليم وحالتهم مش قادره تكمل مع الطفل هيتسرب من التعليم، وده بقى مشكله. فدي مشاكل احنا في غنى عنها. لو الام كلت كويس وتابعنا وخدت اقراص الحديد بتاعتها اثناء الحمل، انا الطفل بتاعي لا عنده انيميا ولا عنده مشاكل، لا هيعيا ولا هيروح مستشفيات ولا هيكلف الدوله ادويه ولا هياخد علاجات، وبعد كده ما يدخل المدرسة هيبقى زيه زي بقية الولاد، بيذاكر زيهم وبيلعب زيهم جوه المدرسة وبينمو نمو صحيح. احنا حفظنا على أولادنا بإيه؟ بقرص حديد الأم هتاخده؟ هنعلمها ازاي تاكل؟ احنا كل الكلام ده يا جماعة بنقدمه عندنا في الصحة بتاعتنا.